بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان وكيب بقول سديتني أفراد كمدة من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى، باب صلاة الخوف. وحبابي هاي صلاة دي حلق عبسدة أمن الدرد أي جيرتو مسلمين تلو جديه إني تكدار. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه باب كاني أفر حديث بكو شيء قدونا أفر تا حديث مركا إنو دريري نوم باوحي مركا كتيرة شيء قدونا إن شاء الله. حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري محمد عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صحابي وحولي صلى رسول الله رسول كلاه باتكذي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صلاة عبسدة أيو تجيي بإحدى الطائفتين لبدأ كحوات متكمدة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف تجيي بإحدى الطائفتين ركعة، هل ركعة تجيي لبدأ كحوات يعني نبي الله بقي بكرني. وطائفة ومسمية لفظ كدع على العدد القليل والكثير، إن بضن إن يرب طائفة والليل هذا ولو كان واحدا طائفة والليل هذا وليشد عذابا وطائفة حتى واحد وكفلين يهي. والطائفة الأخرى تي لبادنا كوحد لبادنا مواجهة العدو عدوي كهر تشيدي عدوي كهر تشيدي. هذا حديث كم حكوت المامية حالات كي أي صلاة الخوف وقبنيس يقول بعد وماشو كاتشرو وأم لبمد أمويه عدو وينو كاتشرو رنك قبل هذا يينو سن كاتشرين ميلان قبل هذا كاهي إنو كاتشرين ميلان قبل هذا كاهي أما بدح أما ميدك أما دبر كاتشرا قبل هذا متر والكاسو كله إلا أنه والله ميل باقبل الله إنه وده وقوي بين أتوك النه، لكن تطبع أسوه تكذا كونفور تطبع أسوه تكذا قلبيت تطبع أسوه تكذا باري نوال ميل بأسوه تكذا وميشو كتشيرون قبل ذلك حرد تاي. طيب ميشو كتشير عكسي ذو أسوه تكني مركا وهم الله بمبدو أنه عدو كتشير لنك قبل ذا ومركا مسلمين تطبع سهاد أي وضا قلال إيا إنو كتشير ميلان قبل ذكاء هينو مسلمين تلقيبيو قيبنا واردية لقد قلت قيبنا صلاة عيقش تيبو مرك حديث قال الله يهد وحاوي وأمر وعدو قجر مالا قبل ذكاء هين. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين بوتجي رقعة بوتجي هل رقعة بوتجي لو ذاك حد متكمدة مرك أموات كبدل ودنبلا. والطائفة الأخرى طائفة اللبادنا مواجهة العدو عدو قيكسي جيدا ثم انصرفوا كوحد اللي تجي واقد دومين كوحد رقعة تكتي النبي قال له تكتي واسم شيرين وحي آذين ماشي عدوي آذين وقاموا وحين استاغن في مقام أصحابهم صاحبه هل كي تاغنين واردق يقارك كهيين أي استاغن مقبلين أيو كسي جيدة على العدو عدو كسي جيدة واردين وجاء وحايمت أولئك كواس وكوي والطائفة الأخرى مواجهة العدو كوحد واردق يقارك هي سمر كهوري ثم صلى بهم نبي قال تجي كوحد اللباد النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة بوتشيي ثم سلم النبي نبي قال سلاما نقصد عليه الصلاة والسلام ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة كوح والبنبي ركعة بيلا تكتي ركعة النفط ذا ما يسترتين وإن سيدر اندره نسب الدليا ثم قضى هؤلاء كوي قدام بيا أم كوي هربا وحيدا ما يستوي قتين قضى أي أتموا أو أدوا بيك دقانتهاي ركعة ركعة بيتكذين لأنفسهم وهؤلاء ركعة لأنفسهم ركعتنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعتنا النبي قال لتكذين من ربا ستوس أولا تكتي. وحدثني وحكوا لحديثك إيتبي أبو الربيع الزهراني واسم سليم داود العتك واتقرنا إيسان حدثنا فليح بن سليمان عن الزهري محمد مركب فليح بهذا وحمتابعين يوذاتك معمرها عن الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبي عبد الله بن عمر أنه كان يحدث وحكشي كنجر السحابي قاس عن صلاة رسول الله نبي محمد صلاة ديسي صلى الله عليه وسلم في الخوف حلق عبسد جرتو تكنشري ويقول ابن عمر وحورنشري مره كشي كنجر صلاة الخوف كا صليتها وانلتك أي صلاة الخوف بانلتك ذي مع رسول الله بانتك ذي صلى الله عليه وسلم وساق فليح فليحوك كحيبك وجهت الحديث حديثك بهذا المعنى حديثك معمر وكلاء يكحيي وكم معناها
حديث كي معمر عن الزهري أن كل لفظ أهي ولي وحوة إمام كروايات كي حديث كي ابن عمر وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم الأموي الكوفي عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري عن موسى بن عقبة صاحب المغازي عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر نافع بهذا وحو متابعين يا سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال ابن عمر وحوري صلى رسول الله رسول كلاه باتكذي صلاة الخوف صلاة عبسد أيوتكذي في بعض أيامه أي في بعض معاركه أو غزواته دولان مدي نبي ودولي قال كدولي مالهم كم بدا أيوتكذي صلاة الخوف فقام طائفة معه كوحبا النبي قال لا استاكت والله صفتي وطائفة نقام وحي استاكت بإزاء العدو عدو هرتيسي وجهيسي مقابل كيسة ورانا مواجهة العدو بات صمرتين فصلى بالذين كوي النبي قلت جي معه لتجري لتاقنا رقعة رعاد النبي وكبح شيء ثم ذهب واتقين ورقاقين عدو بآذين ويقارك بيقبتين وجاء الآخرون كوحد كلا تمد فصلى بهم رقعة رقعت بوتوشيي ثم قضت الطائفتان أي أدت وأتمت قضت هنا وأدت فإذا قضيتم الصلاة كلو ثم قضت الطائفتان لبدك حوض وحي قتون لما يسترين رقعة رقعة مدول برقعت بإسكوت وتكتي رقعة وحلت كذي نبيك قال وحول الراوغ ود النافعة وقال ابن عمر وحول فإذا كان خوف أكثر من ذلك مركا ومركا عدو أما حقق بلها كاتشر أما كور تشوغي أما ملكا كاتشر أن قعنت الاسكولات تغين إن شبلا يسدهين إن لا إسجلون إن لك السوعان يهي وادي يقار لسكاقا وانكرو مركاوي فإذا كان خوف أكثر هدوه عبسجر تكبضا من ذلك أرنك فصليتك ابن عمر أرنك راكبا أدو قادت سارا أو قائما أدو تاغن استاغن تومي واد إما إشارة إسا سجودي الركوع دي إيماء إشارته وي إذا حقوق القاضي مركو عبسي بدن أي شرطية مركا إن عبسي بدن شرين قعنت الإسكولة تجين حديث كم مركا ابن عمر سداس أيو كوروري وحوي هدي مركا عند الالتحام بالويا قانا مر هدي اللي هي اللي بوا قعنت الإسكولة تجنا واقاب فإن خفتم في الرجال أو ركبان أنت قرآن كشيء ويا هدي لكن لك السعية وارد يقال لسك قوان كرنا سيد حديث كوشيء ولو تكن كروانا كيفية كم إذا كيفيات كان النبي كسر عليه الصلاة والسلام وينو تلمام دونا إن شاء الله حديث لبعض مركب مخراتي أو قد جي حديث من عمر بشيخ باللابي مسلم رحمة الله تعالى عليه حدثنا محمد عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان بن ميسرة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال حول الصحابقة شهدت مع رسول الله رسول كلاه وحن كلاقي بقالي صلاة الخوف صلاة دي عبسيدة أيان كلاقي بقالي فصفنا النبي حنوك لقوية صفين لبال الله ينبو نقدر لبال الله ينبو نقدر صف خلف رسول الله صف نبي قد دبئي استاقه وقبلة أسي جيدا والعدو عدونا مالك أيضا أنه تكني بيننا انت أنك قد حيسي وحو تشكو تشوكي وبين القبلة قبلة نرد حيوها قبلة نقدر حديث ابن عمرنا وحن نصوم الرئين وأها عدو قوشي رمالان قبلة كأهي وكيفية لباد يحالد لباد محسن يصوبنه فكبر النبي نبي قال صلاة حدي وكبرنا جميعا ووضع حدي أن نقول دي مركة عدو قوال ووضع أركا ولا ووضع تاقي بلا يده هده لسكل لسايا حبضاه أما عركة اللي سكيب أنه ما أهين ورماء يسيفي اللي ببا اللي سلو ارتقنا هذا روح يسكي إيقى كرتو وكبرنا جميعا صلاة بانا ووضع حدي ثم ركع نبي قوال ركوعي وركعنا جميعا سيو دجير اللي بدي اللي ينبا بانا الركوعنا ثم رفع رأسه ماذا حسب صوبانه الصوق هذا من الركع كالصوق هذا ورفعنا جميعا ودمانت نوان اعتدال وصوت التوصني ثم انحدر بالسجود ثم انحدر نبي وهوبتي بالسجود أي للسجود نبي السجود بوهوبتي مركا حدا شذي يفاتح آخر اسكي يقرآن كالي يركوع دي يعتدالك لما كان ركوع سنتهاي واذكي يقيس تذكو اذكار كيساي يعتدالك والله صوت قلي سجود مركا لآذه يلوك الهرهية ثم انحدر نبي قهبت عليه الصلاة والسلام بالسجود لسجود بوهبتي إيه والصف الذي يليه صف النبي كحيقي لابا الله ينبع لأنه هين يبقى النبي قال سجودي وقام الصف المؤخر صف كلاباد نواء استاقي لدب لغي هذا اللين كلاباد في نحر العدو عدو ننتسو استاقو واردك وقبتك وحكو ضاها اعتدالك
سمع الله لمن حمد مركو يلاد واتقنان إياه إمامك وحيس راعي صفك كوبات صفك اللبان نقاركو هيا قاركو حكو هيا رعادي كوبات اعتدال كيد وقاركو هيا. فلما قضى النبي السجود مركو النبي السجود الأمي وقام الصف الذي يلي صفك كحي إلا سجودنا سوء استاقي إن حدر وحاه بطيء سجودي الصف المؤخر صفك اللبات دبل مري واردقة هي اعتدال كتاقنا بالسجود السجود بيوه بتين وقاموا وانا صوتوس. إذن حال سكوي متر قعد اللباد استاجي دي نبي جوا تاجي هاي سفك كوباد جوا تاجي هاي كيل لبادنا وتاجي هاي ورقعد اللباد قيام كده. إذا مركز هلا يسوي دارنايا ولا يسبدل أيا سفك جدال تريبه هوري مريا كي هوري ترينا جدال بصوم مريا كونا جدال بيوصل سقي كونا هوري وبحياة سال سود دوم مريا عدالة بالروائن لصمي اللي صفك هو روك خير بدن هاي صفك الدنب. إذا ننمر وإنه هر مرو أجرك أوقات الصف الأول ننو وإنه مردم مرو أجرك أسأل الله سنال. وبالتالي إمامك كعكسي سلف تركيه وحوي ينبي كده يشديسو عدل بأبا أنت ونبي كده بيستاقيس. إذا عدالة ده هلك الله إلان لي يدو نفط الله إسكاق هذا يحبطه اللي سميسو أيال روك قرصورك عدالة ده اللي قدتكي. ثم تقدم وحهر من الصف المؤخر في الرقعة الأولى صفك قذال تشيري رقعة الكوبات أي هر مري في الرقعة الثانية وتأخر وحدم مري الصف المقدم في الرقعة الأولى صفكه الرئي رقعة الكوبات وحدم مري رقعة اللبات. ثم ركعنا بنبي قال الركوع عليه الصلاة والسلام وركعنا جميعا أنه نسيذ جيران الركوعني. ثم رفع رأسه من الركوع نبي قال مدحي سيبه قصو قد الركوع اللبات رقعة اللبات ورفعنا جميعا وصوّد التوصن إذا لو ذكره. ثم انحدر نبي قواه وبطي بالسجود بقوه وبطي للسجود وسجود رقعة لبات والصف الذي يليه هي صفك كحيقي الذي صفك أصو كانها مؤخرا مثل الدمرية والدنبية في الرقعة الأولى. إذا ويسكعد رقعة هوري صفك الدنبية بهذا النبي كحيقي للسجود رقعة لبات. وقام وحايس تاقي الصف المؤخر وصفك لدمري قيل لدمرنايا في الرقعة الثانية لدمري هرانا وهرية في النحور العدو عدو دون تسيستاغون واردين ايان وقارك ايان. فلما قضى النبي نبي مركو رميست السجود سجود مركو رميست من الرقعة الثانية وهي يوصف الذي يليه صفك كحيقين او سجود رميست صوت وصير إلا فردقنا واردية لقوق بنكرا مكاث فردها الدواسكارك تبلا إذا كوكوس وصعوته. إن حدر وحاه وبتو سجودي الصف المؤخر صفك دمب صفك لدمري قول ما لدمري رقعد اللبات بلغو دمري بالسجود سجود بيوه وبتين فسجدوا وسجودين. ثم سلم النبي نبي سلام النقصد وسلمنا جميعا سيود جنان وسلام النقصد قال جابر وحيري كما يصنع صدي سميان وكلو يهدد تصال الربطان حرسكم وردياشين هؤلاء يكون بأمرائهم أمرضا يكون سميات لما كان بقردي إني أمرض مكاد وارديني سا صاد يشان وقلان أتو كان جريح لك نام عدو وردياشي صلاة الخوف بيتوكان أيان مركا أمرضا بقردها وارديني وهو ورديال وحاوه إيه أسكر فقه له وحقرنا يسب كو هذا الشوغا سيؤد بتاقين كما تحوينا أما مسؤول كأي صلاة وكاكتاكتا يقول قلفتين أتاقين لما كان صلاة الخوف بيتوكان هيا وحين وردينا يان مدحويني مسؤول بكواردينا أما عدبات اللوغ يستاول الله الود لا شرقول يكايد إيوه بقر الود لا. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا الزهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر قال صحابي جابر وحوري غزونا مع رسول الله رسول كلا بان لدونا الدولي لجرن كسا قوم قليان كدولي ومن جهينة الرئي جهينة وقويس مدينة دوشية دقنا والمدينة أنكار ديري فقاتلون ويدلد دقال من قتالا شديدا دقال بأنبا ماني كان نحبر عرس. فلما صلينا الظهر ظهر كما كانوا تكني قال المشركون وحيدة هذين كوي قال ذاها لو ملنا عليهم هذا هل مركو قاعين لهين ميلة واحدة هل مر ويردن كو قاعين لهين لقطع طعناهم إلا استأصلناهم وان إذن قوين لهم وان دبر قوين لهين حيوتشي إذا مركو رالله دقال لمي وحبا اللي بين ويقاده وينقاله
waxay la gaaray salaad duhurka waxaynu ogyihiin salaad duhur haddii la gaadho muslimiintu inay salaad galahayaan oo isku xidhan hayaan oo hal meel isugu iman hayaan ciidanka kala baahsanaa inay walba dagaalka meel kaga jiray ee warmaha iyo leeb ka soo ganaya ee farabadnaa saxaabadaaba wax isugu imanaya hal meel marka waxay isleen marka ayada haddaan hareeraha ka galloon junjunsanno dhibkoodu waa naga yaraan lahaa warkii bay ku tashanayaan فلما صلينا الظهر قال المشرك وحيدا هذين لو ملنا هدان وير الله عليهم دشودا ميلة أي هجمة أو غارة واحدة لقطعناهم أي وقوصن الله بمعنى وان ارنتر الله أم وان دبر قوين الله فأخبر جبريل جبريل باوشيق عليه الصلاة والسلام رسول الله رسول كلاه باوشيق ذلك أرنك أي دقرت أي كنت شدين قال دي ولمركا لمجدين صلاة الخوف وحلق اللي تشذيه بجبر جابر كوش شيغي فذكر ذلك لنا رسول الله رسولك ليه بقى نو شيغي رسولك وحولي قال هذا ويتشذينو ما انت الظهر كمارك انو قال له يهي ربعين انو قمادان لكن دم يروضه ورك هذا هي ولقى سهرية وربك سهرية جبريل بحكت كيني عليه الصلاة والسلام معلم الأنبياء قال وحولي جابر وقالوا وحيدة هذين كفارتي أما النبي عليه الصلاة والسلام نبي ورنا يصحب الشيخ وقالوا كفرت وحيد هذه إنه ستأتيهم وحاو من دون مسلمين وقمن دون صلاة صلاة هي أيضا أحب لك عليها إليهم حق وذا من الأولاد أبط كذا كتش عليهم صلاة أبط كذا كتش عليهم باقمن دون تي إنه سوغا مركز ينكا ينكا فرم عيسان دوننا ميلا صار دوننا فلما حضرت العصر صلاة عصر ما كيك شيء قال حول جابر صفنا صفي لبا اللين بو النبي عليه الصلاة والسلام والمشركون قالضونا بيننا وبين القبلة النبي قبلة النور دحيين قال فكبر رسول الله رسول كلاي با صلاة دي وكبرنا نغن واق اللي وركع فركع نبي هو ركع نغن وان الركوعني ثم سجد صبناها سجد عليه الصلاة والسلام وسجد معه النبي وحال سجد الراعي الصف الأول وصفك كوباد كحيقين نبي فلما قاموا مركي صوتو سي صفكي كوبا مركي صوتو سي نسو استاغي سجد وحا سجود الصف الثاني صفكي اللابات با يا سجود اي مركا صغو كتاقنا اعتدالك ثم تأخر وحا دمري الصف الأول صفكي هوري نبي كحيقي با ديبو بحو قدال قرطي وتقدم الصف الثاني صفكي هوران هرو بحي للعدل فقاموا وحي استاغن مقام الأول صفك رب مرتو تغنا والنبي كغه خيغي با يغنا كغه خيسدين فكبر رسول الله رسولك الله با تكبير سد وكبرنا انو نوا تكبير سنه وركع فركعنا وركع ولا ركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الاول صفك كوبات با لا سجود كوبات وصفك مركوره دمبيي اي هدانا مركا النبي كخيغي وقام الصف الثاني وي وقام الثاني وقام الصف الثاني صف قال لبعض نواء استاغوا حكو هري اعتدال فلما سجد الصف الثاني صف قال لبعض مركو سجودي او سجود دميه ثم جلسوا جميعا سوى جرنا اولا فريستين او لسكو يمن فردقي سلم عليهم رسول الله هل مربو وضا سلاما نقصدين اللي واردق وحال سكو يمن فردقي اتحيات قال سكو يمن مركا دوالا ولا اركا نبيغا صفك كوبات كلبات كل واوجيدا قالدي سلم عليهم رسول الله جميعا وحلقو كل مي اتحياتك ادنبيا لسكو يمد قال ابو زبير وحوجي ثم خص جابر جابر باغوني يلي وحوجي ان وحو كغوني ان قال انو يري كما يصلي امراؤكم هؤلاء سيدي اتكدان امردينا اتكدان وحو امرده دوشي هلغنكا قالا صلاة الخوف كقابك إنو تجيان بان أتو كان جري رانو حنو صوم الرأي كما يسنع حراسكم هؤلاء بأمرائهم إن لبك لما عنا أيه وسيد أمر دين أتو كان عند صلاة الخوف ورواية أن تنبع أبو الزبير إيا إن أي تهاي سيد أتو كان حرس كأي وردياش أمر دين ورواية دين إي عطاء عن جابر اللي عطاء عن جابر يوحن مرينا أبو الزبير عن جابر بنو كلا مرينا اسم الديدة هيان مركة maxay ila xarasku inay qaabka u tukadaan ama wardiga qaabka u qabtaan waxa amraya umaradooda farayo u sheegay hadathana ubaydillah hadithki sadaxad buu gudbay hadithu ibn umar buu sheekhu soo sheegay muslim hadithu jabir nawash sheegay bi tariiqihi hadana umaraya hadithu sahl ibn abi hathmat al-azraji al-khazraji afwan al-ansari hadathana ubaydillah ibn muad al-ambari qala hadathana abi abi muad ibn muad al-ambari hadathana shu'b al-hajjaj
عن عبد الرحمن بن قاسم التيمي عن أبي أبي قاسم بن محمد بكر الصديق عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من صغار الصحابة من صغار الصحابة سوى سيدة جرع أيوصف بنه قريض عليه الصلاة والسلام لباتني شان حديث بن نبي كورشا صد حديث بين إسلس وصارا بخاري مسلم وحنا انت خلافة سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه حديث إسلس وصارا كان كان بذا عن سالم نبي حثمة الأنصار الخزرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف رسول كلايبا تجيي أصحاب تيسي في الخوف أي في وقت الخوف أو في زمن الخوف حل عبسي جرت النبي والصلاة تجيي فصفهم نبي وكل قيبي أما أول لين قري صفين اللبس لين بكدق خلفه وسق قداشيس قدال يستاقبوا اللبس لين بكدق فصلى النبي وحو تجي بالذين يلونه كحيقي ركعة رعد بوتشيي ثم قام النبي وسو استاغ ورعد لباد بوسو استاغ فلم يزل قائما انه تاغ النبي موسى كزول اي فرقعه ثانيه رعد لباد انه تاغ اي استاغ حتى صلى الذين خلفهم ركعه باقيه لهم وي قوليه كحيغي النبي محمد توجيي ركعت مركو ركعت توجيي او لسو ودا كعي أيو نبي قيام كرعد اللباد ديري أيقونة ويفوض يستيق رعد ود اللباد بيتو كذين من النبي قلتو كذين من النبي قلت تاجم بيكت تجايان وحكيت تجايان قيامك فلم يزل قائما نبي قلنا تاجي كمزول أي في قيام الثانية رعد اللباد قيام كذوي حتى صلى الذين خلفهم حتى صلى الذين خلفهم وأما أي خلفه بيكت دجان تامشى خلفهم الدين دجان طيب رقعة بيتكذين باقية له رقعة أدين نيد بيتكذين ثم تقدموا وهرمرين ثم جاء الذين خلفهم بيكذين ثم تقدموا وهرمرين وتأخر هذا قابك هذا أصبح مقتنى وإن سيد اللوت داي ورق هذا تكني وأنا منك الدم بي وحين هذا الإيمانية رقعة دي رقعة دي لباد بي الله إيمانية ثم تقدموا وهرمرين وتأخر وحدمر الذين كانوا قدامهم قليه هرتدو تشوغي با هرمري وحين آذين وي عدوغي آذين فصلى بهم اي الذين جاءوا كوي هدا يمد ونبي توجيي رقعة باقية لهم رعود لمريد بوتوجيي ثم قعد النبي حفر في التشهد الاخير حتى يعني حتى عياد كو ديرين ياو حتى كو نبي كو ديرين سو قيام كو ديرين يوكلي حتى صلى الذين تخلفوا اي الذين جاءوا الان كوي مرض رقعة لباد يمد وي هرس صومري أيتك حتى صلى الذين تخلفوا كو دمر إلى أيتك ذن تخلفوا أولا وياد تخلفوا أولا مركو رنمن قدالو بحي رقعة باقية لمرعو لمريد بيتك ذن ثم سلم مركز النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان مركز أسوق قابك لسكو إدارة اللي سب الدلي وقابك دوان قابك حديث كي جابر كير دوان ويوانا وذا دبضا بانا سيدات شعل حقوق تقديم يتأخير بحديث كجرة ومن أشكى الأحاديث الواردة منك حق الله فيك معنا في صلاة الخوف حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مالك بن قدو الأخرى عن يزيد بن رومان القرشي عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله عن من صلى مع رسول الله إبهامك كجر أنك أكورنا يا صالح بن خوات هذا ينسومر أن صالح بن خوات عن سهل نبي حثمة الأنصار بالصومرتين ننك مركب مبهم كي لقرية سحابي ما أبي خواد بن جبير با مسوى سحابي هذا وكسوقا تحديد كيها سهل بن أبي حثمة والسكم ما ندافي الحافظ ابن رأي حافظ الحافظ بن حجر وقبله النووي في تهذيبه تهذيب الأسماء واللغات وحين رجحين إنو يهي أبيه صحيح من خوات عن أبيه وخوات بن جبير وسحابي بحاية رواية كلي وخارج صحيحين أيا عديي إن صالح بن خواد وكقضني حديثك عن أبيه مرك الله بشيخ بكوريا مرنوى صحابك سهلة مرنوى أبيه إذا حتى أضين وعدك لأنه غدا لا بأس ابن مالها إبامك صحابك عن من دول بان كورنا يا صلى تكذي مع رسول رسولك يا لت كذي يوم ذات الرقاع مالك كرمها يما مريها ير كانتي لا تحتش هذا لوجها لوجو دوبتي صلاة الخوف بلدت كذي غزوة ثلاث الرقعة قرمة حلقة يدعضي اسم من رافبة كجر أهل عند أهل السيرة والمغازي
ولي وحيدا وحي سند كأفراد وأنا لقى راجح سن يهاي ولي وحيدا ما هي سند كشنات بيهيد ولا لقى حوك بدن يهاي سند كل حاد يتضبط بالراجحة لا بد أصلا إن مدون أهيد بلو حوك بدن يهاي أنا سيدا لولا يهاي والأكتيون وغزوة الأحزاب يوم الخندق وسند كشنات أهيد نبي صلاة الخوف متكنين سندي كهرين صلاة الخوف متكنين دولماد لحة أما تضبعة أي نبي بحو الدولي قبل مشروعية صلاة الخوف انت اللي تشدين صلاة الخوف مركة غزوة ذات الرقاع من نغن كرتو سنة كأفرادنا من نغن كرتو سنة كي شنادنا من نغن كرتو وإن يكدن بيسو هذه كان نبي تكلها وي غزوات كفربضين أوق دولي قبل تشريع صلاة الخوف بتكلها صلاة الخوف محوشك السحابي أن طائفة كوحي صفت معه النبي قرب دبي استاقته والله صفتي وطائفتنا كوح لبادنا وجه العدو عدو قماتك سي استاقته يقابلك وجه يوجه واسكمت إن دبوك كسرسي إن قدباء إزاء الصمرتين وي فصلى بالذين معه قليه لتاقنا نبي حوتوشي ركعة هل ركعة بوتوشي قليه كنا واردك هيال ثم ثبت النبي واجوك سدي لم يزد شوك لوي ثم ثبت النبي واسوك ناضي قائما حال كون أتاقين هاي وأتموا لأنفسهم استاقي مرك النبي كهري ورعاد لبا استاقي ذي يأيق رعادو لما يسترتين نبي قنا واكتاك محي مركا سمعين ايا ثم انصرف واقدو من واس مجيرين لصادي واكب حينه فصفوا وحي استاقينو إلا انقروبين وجه العدو وعدك هرتي سو واردك بيقبتين يا دمن كوحدي واردك إنو هيسي وجاءت الطائفة الأخرى كوحدي لباد باتمت فصلى بهم الرقعة التي بقيت له رقعة النبي قول دمن ايد استاقيد قول ديري ايه وكسوك هيني صحابة كالأوي ما دنبو يو النبي قول تجيين ثم ثبت نبي واسق ناضي جالسا حالك أتحياتك بو ديري أتحياتك انتو نبي قول ديرين يا ايه انت استاقيد والنبي كتاقين بو حلي ما دين رقعة دي لباد قرآن كيف يسوى آخرين ويسوى سجودين ويعفوا ويركعين ويعتدالين سجودين أتحيات كم نبي وقوي مدين وأتموا لأنفسهم نفتد أردن ما يسترين ما بقي من الصلاة وانكأهن سلام النقصي ثم سلم به نبي الله سلام النقصي وكو حداس إيو الله سلام النقصي كو حنا انتين سلام النقصي يي يي تقنوا واردك بآدين ترقعدوا أردن ما يسترين وي سلام النقصي بواردك قبتين كو حنا نبي الله سلام النقصي طيب حديثكي معانكو راداي وذاتك اللورن جري خوات أما خوات من الجبير أما سهل ناسو هالكاسوكو قبوبي حديث لباد بسعين أفراد بسعين حديث جابرين حديث جابرين بسعين وكو ختمت من أبابك ما هي حديث جابر وحديث أفراد لأنه الطريق لباد وكدو من طرق ذهور يقاب كالو أكيه ركدو من بوكين إياه حديثكم مركز هل سحابي بها وريه هضي معانه كلا دوانيا أو قصده كلا دوانتاي أما حكم كلا دوانيا هاي وحاوه يعني لبا حديث بالاقة السوقاضية ما أصحابي قال الله في رمي معانا حديث قال إيقية وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان مسلم الصفار حدثنا أبا بن جد العطار حدثني يحيى بن كثير الطائي عن أبي سالم بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال حدث سحابي أقبلنا مع رسول الله رسولك إلهي أيان الله صور دقائقنا والله صور قابل لي يعني وان قابلوا مدينة كصبحنا عدو وان سؤاد نوي حتى إذا كنا بذات الرقاع أما وان سورك منه عدو وان كصو الله بنا مدينة وصعنا حتى إذا كنا بذات الرقاع مركان مرنا ماشي اللي كريم لي لو بحي كريم لي وحلو بحي سيد الراجحة سفر دير نواءها كوفي عنا صحابه ميسن هاي سنين لقتي بضنيد يتشفك لغو السفريبا صحاب العقه با مرحي لغه با دولي شمي بيق الشضي كدب مريوه دو بنتي شيحدان بي قدوبتن لغها سي كبا اوغا دكتا ساسي كوها القميين انقونا وحاوي عيدان كينا وحاوي وزارت قونا وحل صاران كبا هيدا وزارت قونا بود ك هل كا كوچي عطا عبيسي مصي وحكو طابان كرتشرين وحل كيان هيانا مچرو وحل حقيقين هيانا مچرو وإذا دي عاها كدو من يمريها اللقو بحايين بحالك يكتغين إلى ما أنت نوغي سان وداري سان ما طيب زمان
marka murqoweynuhu waxba tari maysa meeshana wax tarta iyo iimaan halka fadhiista hatta idha kunna markanu hatta afwan qala xudu kunna idha atayna ala shajaratin soo noqodka isii socodkaaba saxaabo iyo nabiga qaabkeed oo xurmeynaysiin ille wa dibba amba meesha ka jira baahiba ka jirta kabar amba ka jirta xilli kulul oo marka qoraxdu kulushay inuu jiilal damba ana waa la safray waa la duulay kunna waxaan bu saxaabiga jaabir idha atayna hadanu nimadun soomara ala shajaratin dhaliila geed hoos loo hadh cadanu soomaro taragnaha li rasuulillah rasuulka aan uga tagi jiray u dayn jiray qala xuri fajaa rajul min almushrikiin nin mushrikiin ta kamid ay yimid oo soo dhuuntay nabigu keligii geed harsanay wasayfu rasuulillah rasuulka safetiisina mucallaqun bishajaratin geedka uu suran yahay oo gantadeeda uu suray fa akhadha fa sayfa nabiyillahi sallallahu alayhi wasallam buqaatay sayfta nabigu la baxay iyo qabsaday kadib ogalkii faqtaradu markaas uu siibtay galkii buu ka gooyay فقال لرسول الله رسول الله وحو كيري اتخاف من انك عبسنين الا هو بكاد واك سبتن قال كان كلب حي واكليغا صحابته وا كافقين انهم قادان كو قادا كور ميد ايغا عبسنين قال سبحان وحو الله ما كا عبسن ما عبس الله اسكلي قال هو يا مرك انك مشرك يا بني فمن يمنعكم منها ضبط ايغا عبسن يا ايك علي اسكو الله ينساب سبت انا هيستي يا اسكو الله ينسا سيد ايغا عبسنين قال وحري الله يمنعني منك الله إذا كافلا إلهك سبحان قادرك أي يا كافلا قال فتهدد أصحاب رسول الله أصحاب تنين محبا قصوة التوصي مركاسي حقو كالكا أركين ليبال ولبحي ديك سيفت كعلا مشيد وقصة دي قصة كدوانت كي النبي صلى الله عليه وسلم الله يغامر عنده أنتي سيفت كقاد كدع ذي والنبي قاتو يادو ياك منعنا يكون خير آخذ نيسكو حاري كيو كوان كأيوه فتهددوا اصحاب رسول الله اصحاب النبي محمد با وهنجبه وغلغوليو حقو كلي ورميه سيفه لسو استاغين فاغمد السيف سيفته وقلكيده كعليي وعلقو ميشو سري ادبو يش اللي زوح كلام ما هي الى وهرو غويي قال وحو اصحاب فنوديه بالصلاه صلاه دي با لو ادمي فصلى بطائفه كوحب النبي وحو توجيه ركعتين لب ركعدو او فيرسم بدار واتير وكدوانت واقس لبات حديث كوري جابر كان وكدويه هل كوحب النبي ولا برك عود بسر رعيي هران روى الله قيمين ركعتانك وذكر كيسين ثم تأخر مركز الدبو بحين وصلى بالطائفة الأخرى كوحد اللبان وحوتو تشي ركعتين لبرك عدود قال وحود السحابي فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان نبي محمد حوتو كذي أفر ركع عدود صحابتنا كوحك استحيتو كتي لبرك عدود labada dambe nabigu tukanay waa sunno labada horena waa waajibkiisa leena safarna waa la yahay khawfna waa jira salaatul khawfna oo ma safarna waa ragcatan u badnaan bi ijmaa al umma hal ragcad bisa waajiba wa masal khilaafi wa inu tilmaam doona insha Allah walidhalika shafi'iyya jamaa'u salaf wuxuu dhalay shan hadith kaani inay banaan tahay imaam sunnatu tukanaya inaad ku daba tukato ado farad iyo waajib tukanay maxay yeelay laba ragcado u dambeysa suuban waa maxay waa sunno saxaabada la tukatay dambana waajibay tukanayaan idan iqtidaa'u muftaridin ala mutanaffilin ya loo dalishada wa kifiya kalaw utiyura kadwan wa hadathana abdullah ibn abd alrahman ad-darimi akhbarana yahya yaani ibn hassan hadathana muawiyah ibn sallam al-jumahi akhbarani yahya ibn abi yahya ibn kathir at-ta'i أخبرنا أبو سلمة ومنكرب هذا معامل السلام يا متابعين وذاتك أبان ميزد العطار كلاهما عن يحيى بن كثير أخبرنا أبو سلمة عبد الرحمن يا تصريح بالسماع بالتحديث اللي وذاها قال كتبة تدريس لغشيك أما إرسال أن جابرا جابر بأخبره أشيك أرضي إيسى أبو سلمة أنه صلى مع رسول الله صلاة الخوف إنه ولدتك نبي محمد صلاة الخوف فصلى رسول الله رسول كلابه وحوتجي بإحدى الطائفتين لما ذكرت متكمدة ركعتين بوتجي لما ركعتود ثم صلى بالطائفة الأخرى تي لما وحوتجي ركعتين بوتجي فصلى رسول الله رسول كلابه وحوت كذي أربع ركعات وإلا بس النطة لما أي واجب كيستاي وصلى بكل طائفة كحلول وحوت تجي ركعتين ركعتين بوتجي أو واجب كذي فرض كوذية إذن كتاب الخوف أفرت حديث بو إمامكو كوكياني جابر ولا حديث وريي ابن عمر حديث كيسي
حديث كي سالم بن حثمة الأنصاري حديث كي صالح بن خوات عفوا خوات بن جبير الأنصاري أفر تحديث بكوك يعني صلاة الخوف حلق اللي تشيدي وإن صوم الرئيس الراجحة أما سند كي لحاد أما تضباد هجرة أيام مسلمين اللي تشيدي صلاة الخوف كسيه الرئيسين ما يجرد تتاسوى مسألة مسألة اللبات إخو سيسا بابك وحاوي الإمام أحمد حنبل وحورين شري صلاة الخوف حقصة أرو لحديث أما تضبو حديث بقصة أرورتي كلها صحاح تضبو ده حديث أما لحد حديث بكل قد ويسوغي النبي قوى كسوغي كيفيات كقابك إشيغينا ولوتون كرني والبقودون وصمين كرا حديث من عمر قابكو تلمامي كي جابر كي سهل كي خوات بن جبير كي معان كوراداي سالم بن ابي حثمه الى اخره نقول بقاب كاو توغنكرا اسغا مركا احمد بن حنبل الشافعي وحي شعلي هنا جعل لو توكو كيف اذا اوت المام حديث كي سالم بن ابي حثمه الانصاري ابو جعفر الطبري يسعد راهويه ابن منذر جماعه من كبار اهل الحديث وحي جادين لا تفضل كيفيه على كيفيه قاب والبو النبي قلت كذا صلاة الخوف إن لوت كذا بنان وأنا جائز من دون تكلك ما خير بدنه أما أحمد الشاب عيد قاب كان صلاة الخوف قايت أوت الم حديث كسهل أيا يراها قروح صنق وأن شاء الله لكن كل كيفية وجائزة كيفية والبين بنان تلقى ما الله يوحى لقاه الله يتي رونو تكلك في عن مركل الأيجو أركانتي إلى لين تيديه هذا وقال سيد الله يسكي إلى النبي تفضيلكم مركب وحلقة إيه يا الله بشيء الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة سيحران لو حكتا إل كان كنا بدقران ما بغى شيء سيد الصلاة دي أركان تيدي وطمانين الله إلى ليا هذا ونا اللي يسكي إلى ليا أو اللي يسكي حجيا بالسوق جانية هذا يقول مركب حد إيه يسا قاب كيفية النبي قصة أرورتي أدوى أزلي ذي حلقة أيضا أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة قال هينت إيو قال إسك إلى لنت أيضا أرون صلاة دي أركان تذي هوله دي إلى لنت إذا قرون تدورون إيسا المركة دورون إيسا أدوى المركة متك لأن دي دين مسألة صدح هذا إيه رعدة أحمد وحوشي لحديث أما تدوى حديث باكو أصح ذي بوري وحكروا قصوا أنه يجب كل حديث في صلاة الخوف هو صحيح وليس فيه حديث ضعيف وبخصيص من الخصائص باب صلاة الخوف حي ضعيف وكمس أرورين بلو كل حديث وكي ما دوا صحيح مركز السردية وتدبع حديث بوشيغة عمل لح ننك اللي ابن منذر كتابك سأل الأوسط حكو شيغي سديت قاب نبي قلت أنه كذي حديث نواة سردية ابن حبان في صحيح وحويري ما يوا سغال اصنفيل بوغليي وانت من مدروشه سديد دهيد وحكو دري هل بوكو دري سغال كيفيو كدغ ابن حزم محليس وحكو شيغي 14 قاب ان نبي اي كسوغنت او توكدو انتو دولي 14 قاب من او توكدي هل كان موسى كو شيغي انتو شيغو كتغ مسر دين لكن رساله غونو او كقري احاديث صلاه الخوف يشرح هذا كتاب جونو كقري أفرطن بونا كدغ نينك اللي يدا هذا ابن عربي أسوي حور ما يوالحي طبعا كتاب سأل القبس في شرح موطي مالك ابن أنس لحي طبعا قابو النبي قلت كذب ابن كاسو موسى شرح موسى فافاينين الحافظ العراقي هي في شرح الترمذي لحي طبعا قابو الشيء بأحاديثها سردية كيف هو البحديث نينك وريي حديثك كسو أروري سحديث يا أحكامتي سبك هل وحونا كدر مركز وشي لا طمني تضباط بكدر لحي طبعاً كقول شيء من عربي في القبس في شرح مواطي مالك من أنس انتو ففاي لا من عربي انتو شيء وكتري ترون بشيء مرة ففاين أحاديثنا مكين الحافظ العراقي زين الدين في شرح الترمذي كف ففاي وزاد عليه وجها
وجه السابع عشر بقدره وجه ديراده قدره تضويت من قاب وشيء تضويت من كقاب أي أقوى بدن وهذا الله بعثني أفر بالشيعان لكن أيقون بالشيعة لقوم هاي أحاديث أنت أحاديث لقوم هاي وطبعاً تضمن تضمن تضبط قابوي تضمن تضبط قاب سيد الراجح النبي أمته كنني حفاظ قاركود ابن حزم إيه ابن العربي إيه ننك الله يده هذا إيه ابن حبان إيه اختلاف الرواة يحوق قارت إنا يتاي اختلاف الكيفيات صادرت الحافظ ابن القيم في كتابه زاد المعاد وحوجي لي لحقاب أما تضوق بأحاديث الله بنيان لحذ أوشك أحمد حنبل أما تضوق الله بنيان وحكروا دون وحوجي لي ومن باب اختلاف الرواة بأقاتين وذاتها قاركو كيفية كالدو إني هذه الله جمعية الرواة كالسكو كينو لحذا قابل النبي قلت كذي أفر وكشك مسلم لبنا وكتغي أي نقول يساب حابن حجر وحيري حافظ العراقي سيدا ابن قيم الشقيبة صح والمعتمد ما نبه عليه صاحب الهدي حافظ حجر ابن قيم ما هوش برارجيبة صح حافظ العراقي بان أغوه الرياس ونا سيدا تلمامي وجيري وابن قيم باقص عن جدو تلمامي مرك انتا سينا هوشاسي كغتغينا ضابط كذن وامحي أي كيف نبي كسو أرورتي هي أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة أيها الدورون إيسا كيفية ديدي سنة مجره كيفية كقار كذي حنفذوا أي شيء إنه من سوقتها هاي وركوا ذاكم مشكولا يقو حديثك كوري ما الدبا هي لسو بوذان هي وان منسوق بي لسو بوذان لما وحبضان هاي يما صلاة ها مركو شرح كذي بتعليق الرعينية والظاهر وحان أردان تدوي طوانك قاب وحول ومن اختلاف الرواة كل جن حول الله من إيسا إلى ستة أصول أو سبعة أصول ساسوله صلاة الخوف مسألة الشناد إر على وحوي صلاة الخوف محيط استي محيط استي على عظم صلاة الجماعة وتوكيد وتأكيد وجوبها صلاة الخوف وحيكوتو سيسا صلاة الجماعة إنه واجب تاي سنبا أن لوجد تجكري اللهم عذر داري رو شرعك الشيخ موية محايا إلي عبسي باجرتا مسلمين تبقى لقب بقيا إن لقوماتو لقادو لبك علوس أو صلاة الجماعة اللي قدتك لها مجر خوف خوف قدر مجر أيضو سيدة والنبي حويل لنا يا وذجرك مسلمين تأيي جماعين اللي قدتك دو مع الخوف وشدته إذن صلاة الجماعة إن سيد بير يفضيس اللي قدتك وخطأ إلا إذا وصلنا وخطأ أنه كان نقاش ذكري وواشط لصحة الصلاة إيه وواجب أن كان نقاش أما وفرض كفاية أن كان نقاش وفرض عين سنة يضم ما شمتها وإذا ده يجينا وأكو خلدمين وإذا ركب ما كنت مسألة اللي حادي إيه رعلا وحاوي أبو يوسف القاضي يأرضي جيس محمد عفوا حسن ابن زيادة اللؤلؤي هي نينك الأورنجري معزلة الشيطان كإبراهيم العليا هي أبو إبراهيم المزني تلميذ الشافعي وحال قسو قرشا إن الأورنجرين صلاة الخوف وحي مشروع أهيد شرعي أهيد حلو النبي قلنا لا هدو صوبانو حجابتو قيريو دي الدي أن قال الله دقال الله منه صلاة نائنا قبطو كوحو بإمام قوني سميسون قوني بألو كالتو كني واردبان قبرا إنا كوحنا إمام كذبة تجين مرك أيوه إمام كسور لما يستان بينه يواردك قبانيان أنه قونا إمام لبعض بانو سميسان وانو تكنين صلاة الخوف قابك والنبي قلت تكن جري وحي مشروع آيد حلق النبي قلنا لا وانا من خزائس النبي بلغ سوكوريا محاجر الله يلي وحيد لهم وإذا كنت فيهم فأقمت اللهم الصلاة الله يلي وإذا كنت فيهم فأقمت اللهم الصلاة إذن مر هذا النبي هوشا إيه خطابك الغوغوني إلي صلاة الخوف ناسي غوني كتاي هدو حجابتي إذن كيدي مطال وركاسي لسو بودي وركاسي أساقا وور ضعيفة جدا وأنا مخالف لإجماع الصحابة رجل لي مدنا مزنين رأي عد وهذا لك قصها بصنا لقام هاي وقول عد لقام هاي إبراهيم العلين ومعزل المبتدع فإذا لهي شافعين وكيورون جراني ابن علي
حتى في التوحيد ما اسكو خلاف سنه لا اله الا محمد رسول الله قال تقني بول كاسم روح ولا ويدين وصاحب الشذوذ والبدع ولا ويدين ماي حسن زياد اللؤلؤ اسقوا روى من اهل البدع ومرجئه الفقهاء وكجر ولب بدع كان ولا شيغا ابو يوسف القاضي هذا لو هوشه كعدي لما هيو حنفي لكن كسو غورس ولذلك محمد الشجاع الثلج ام معتزله حق الحنفيه يا اد اوغ دلعين جرى ابو يوسف القاضي هوشا يدا على يتحال ولا دهاسي هذيك سوقنات يا هذا سكسون وان من خلدمي نخلدمي خلدك اسغا لو عور دار يا لو عدن ومساله كلي لكن لو راعي ما يبل اجماع نسك الدليل شدين ما انفعي محسو انفعيني واذا كنت فيهم وهل قبس بالليل نبقى لو هل قبسنا يا قران كما كبدنت يا ايها النبي اذا طلقتم النساء هذا وحتى طلاق حقوقك ياي صبنها دها خذ من اموالهم صدقه نبقى لو غوني لو حتى هذا نبقى يقولوا كتهي او سكدم ما جرتو خطابكم ان بدن بان نبقى لو هل قبسدا ما دام او ياي ويلك المسلمين ساس الله هل قبسنا يا وحانا قاعده اجماعيه عند اهل العلم حكم والباء oo nabiga lagu hal qabsada ama loo sheego muslimintu way la wadaagaan illa bidaliil at-takhsis dalil adwa in lahelo liyado khalisatan laka min dul mu'minin oo kale wa in la yiraado wabtali wahali wahadrishat al-mufool mukhalafa oo ku hor imanayo nas mantuqa nabiga muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli wa nas mantuqa wa 'am mantuqa سيدا الاركتان او توكنه صلاه الخوف جمع صفر نغادي سيدا الاركتان او صلاه او توكن مسلمين او توكدا واذا كنت فيهم محل هذا ومنطوقيه اي مفهوم بيلهي منطوق دو ومحي نبي الله هذا دح جوقته صلاه الخوف توج او سيدا او توجب عليه سوره النساء وحال لغا فهمي مفول مخالف ودليل دليل الخطاب لو يقانه waxaa laga fahmaa duusan nabigu joogin in aan salaatul khawf la tukanaynin manduq maaha nasna maaha sariha mafhumka wuxuu ka imanayaa sallu kama raaytumuni usalli wal manduq muqaddamun al mafhum wa baadu taaarud bichrawi taaarud ma jiree inta waxaad ku baabisa oo kale ijma'u sahaba ba'da rasuul sallallahu alayhi wasallam bay sahaba salaatul khawf muddu tujinjiran wali ba bari jiree سلو توكدو جابر بابري جري ونبغا لسو توكدي ابي موسى الاشعري باسو كدغل اسبهان مغلاده كوتالا خراسان رغ فريوي كوتالا ايران غوبلكن وين ايران اسكي دفليزي رافض مجوس تاي هيزتو صحابه فري بو اها ابي موسى الاشعري ما نم بو وحونا تجيبو تابع لي صلاه الخوف يدن عبسي بدن جري او غالب نغا فوكتاي يلو سو صفتا عيني توجن هيا سنو نبي نو توسن جري وليس ثم خوف كبير بتابعي عبس واجت لكن عبس وين مجرون حتى وارسكت وين كريب الصلاه عاديه ابن عباس بابرجري ابن عمر بابرجري حذيفه بن يامه بابرجري علي بابرجري عليه الصلاه والسلام علي اي بابرجري اذا اجماع الصحابه وخلافين نص منطوقا وخلافين إذا نمكها وركوض معنا بدن مسيلها وحايسو هري هذا قاب كله تكني هذا عصري إنه شو نقاب كله تكني لنا الصومالي برضه ميسو واحد صلاة بحلو تكذا سيدا يكو قبته له تكذا هذه سيدي الصحابة النبي قالوا تكن كروه وباشا لسكو أفوفين سيدا النبي تكن جرى تكني لنا هذه لكن الآن لك لسفن كنو لسقمانا هايو سيدي نوقبته فإن خفتم فرجالا أو ركبانا هذا قاعد كسارا هذا فرديا هذا الصعودة حتى هذا أوده ويده هذا صاد كجرة ديه ورسك دعية ورالك كبحة وكال أمر عيدك هذا لك حتى وفرين يهي مركا يدا كمبرا هي صلاة كمبرا يسو وأن يكون صلى الله عليه وسلم أبي داود صحابي أصدقوا فرس كسارو ننكي كسو سعودي لها تكي صلاة عصر عبد الله بن أنيس الجهني نبي قال درء يرينين قال أنا مغلين وعيدا أما مضى أبان دولة وين أنتوا سوق ملي عرون وفدياي عبد الله ينتظر قاقضه نكا أنتوا سن يوسف دولين
urdan dhari ninka asaga darba istiwaaqiyo ku dhufo nabi allah wii tilmaan nabi wuxuu tilmaantaa ninka waad garan doonta marka indhaha bab ku siiso ayaad isku nixi doontaa saanta ku istaagi doonta xaada ku istaagi doonta nabi allah weligay buu bani aadan kama nixine carab wii taqaanaaye ninka tilmaan kale ii tilmaan buuri wuxuu tilmaanta tii dhiiranaanta ma ahe waa mid nabi weeyo annaga waanu kuu saarayay adugu dhaqaaq oo curana tag meesha markaad murto ninka u horreeya kaa soo warbixeed ka naxi doonto ninkaa wey ninkan igu soo maqani dhiso madiine igu soo geli ninkaa meel iga soo saar saaabiga ka sheegay qisada qor baan ka sheekeeyey wuxuu uri saan u socday curanaan taga amin casara anuu casirka tukanin baa ninka meel fog sheedaan ka arkay buuri indhaha bab aan ku siiyey baa maansa ila booday buuri nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam maansa ay qabatay markaas leelaha waa ninku nabigu kuu sheegay faraskina waa ansaaran casarkina waa gaabtay haddaan faraska ka dego oona casar aad tukati waxaan ka baqay buu gaalku inuu ifahmo u yidhaahdo waa muslimiinta nin ka mid oo lagu soo diray idan waxaan sameeyey cas anoo saaran faraskay iyo salaada casar galay kadibna rukuucdii saasaan dhaa ninku inuu farasku lulahayo yaan iska dhigay buri sujuudina madaxaan sii yar dhaweeyaa salaada casr markaan dhameeyey baan la istaagay buu ninka faraskan waa ku sii socdaa wali xagga qiblada markaan salaada ka baxay buri buri waa kuma ninku waxaan waa rajul min alcarab nin carabeed baan maxaad soo doontay waxaan maqlay buu ninkan madiine jooga ee nabiga sheegtay inaad ciidan u dumayso anigu wiil balaan ahay inaan cidan ka qayb qaataan raba oo ninka aan kugula duulo warnii waa lagu baahan yahay soo fadhiiso rag ciidan waan dumahay hawsha waa ku mashquulsanahay ee waa lagu baahan yahay soo fadhiiso yaa tahay ree hebel abtir kale u sheegtay waanaad reeraha kala taqaano dadciyaal xaafadta maxaad sheegi waxaan ahay waxaan ahay noh noh baad la kacaysa ma soconayso waana dadka kala garanayso ama ninkii reemudug aad tiraahdo maantoo kale ma aqaano ciddaan ahay ma aqaan ninka reer mudug oo kale almuhim reer kaluu saxaabiga ugu abtirsaday oo ka fog madiiniya aageeda iyo ansaarta lagu tuhmi lahaa markuu intuu dhaqaaqay biyo iyo gala iyo doonay buu yaan madaxa qaaday buu maca salaam aan sheekaysana waan la socday guri buu ku dhowaaday markaasuu meesha degay ciidan buu aasaasaya markuu garihii ku foorarsaday ilaa nin foorarsaday waa ka mashquul hubkiisii yaan inta madaxa la tagay buu markaan obsay naf baxay baan dhaqaaqay buu meeshuu kadib ku noqon hore u baxay buur ka dambaysa reerkii iyo meesha ciidanku fadhiyaan fulay buu ilaa gabol ka dhacay fiid laga gaadhahayay iyaan sugay ninka inuu dhaawac kacay iyo in si fiican loo baroorto ma rabo inuu nin aan sugnayn uu ka tago markii warkii la sheegay oo lay ninkii ebela waa dhintay oo qaylidii habeenkii miraadka haweenkii aan hubsaday yaxaa ka wareegay buuri nabigaan u tagay midina ugu tagay muxuu nabigu sidaa ayaa arkay buuri aflax alwajhu wejigaada khayr allah ku qabto wejigaada ha guulaysto gaalka waad soo dishay nabi allah waan soo dilo runtaa waad soo dishay warka nabigu horaa loo keenay jibriil baa ugu ramay oo ninkaad u dirta hawshii waa soo fuliyey nabigaa gacantay qabta waa ay kaxeeyey gurigiisii buu geeyey ul bakooradu nabigu sii calayhi salaatu wasalaam wuxuu ushan bakoorada waa abaalmar abaalmarin wey iyo waa nobel baraysa xajiso nabi allow seen odhan seen dhahaa intaad noosha usha xaji buuri warka jooji maalinka qiyaamo waan kugu garan doonaa nin bakooro ku tukubo xaragoon adig keligaa iman doona aakharo usha bakoorado sidii akhyaartii ugaasida ku xaragoonayo yaadii iman doonta waa calaamatu maa bayni wa baynak markuu dhintay walala xabali saxaabi wuxuu uri markaan dhinta kafankaa lala geliyo waa lala geliyey maxalu shaahidku aakharan ayaa ku asagoo xaragoon buu soo bixi doonaa laannu hawshuu qabtay hawla arkay ma ahay ciidan dhan dowladdan buu sidaa ku dumay saxaabigu abu daud baa baabaysta hawsha ayada ninka keligii duulka ah buu baabaysta iyo qaabku salaadu baabu salaati aalib walmatluub baa abu daud waa faqiih salaatu aalibi walmatluub la baacsada iyo baacsada salaaday tukan lahaayeen xataa markaad wax caydhsanaysa eed tukanaysa adoo baabuurka fiijinaya tukanaysa adoo ciidankii jaba caydhsanaya tukanaysa war sugaan tukana ciidanka kaaba tagi salaad say kuu qabataa loo tukada waxay ugu fiican tahay صلاة الخوف والله سبحانه وتعالى عليه.